السيف سيفان، سيف يرفع على رؤوس الناس لإجبارهم على ما لا يريدون ولا يرغبون ولا مصلحة لهم فيه، وهو سيف الظالمين. وسيف يرفع في وجه الظلم والطغيان والعدوان. السيف الأول هو سيف الباطل، لأن الهدف من وراء رفعه باطل، وهو فرض السيطرة على الناس وإجبارهم على الخضوع والخشوع للظالمين. السيف الثاني الذي يرفع في وجه ذلك السيف هو سيف حق، لأنه سيف العدل وسيف الكرامة وسيف الحرية وسيف الأخلاق النبيلة. الإمام الحسين سلام الله عليه رفع السيف، لكن ليس في وجه الناس، ليس في وجه الناس، ليس في وجه الناس. كان يخاطب الناس بالمنطق، يحاول هدايتهم إلى الصراط المستقيم بالكلمة الطيبة، لكن الأعداء هم الذين رفعوا السيف في وجهه.